أهلا أعزائي المشاهدين، برحب فيكم مرة تانية، وإحنا ما زلنا بالحديث مع الأخت فادية بزي تعاملات الله معها. الله فعلا يعني ما انتهى عمله في حياتك، بعده بشكل، بعده بيعمل أمور كثيرة. واحدة من الأمور الصعبة، سواء شخص من خلفية إسلامية أو خلفية مسيحية بيجوا للمسيح، دائما صرخة قلبهم من أجل أهلهم، من أجل أحبائهم. هاي كانت صرخة بولس بصلي لأحبائه، لعيلته، لشعبه. وإحنا نفس الشيء منصلي لأهلينا ومنصلي لشعبنا. وللأسف الشرق الأوسط بيحكم على الشخص اللي بيجي للمسيح كأنه خان عيلته ولا كأنه دينه أو كذا، لكن ما بيعرف إنه فعلا الحياة الأبدية هي في يسوع المسيح. وإنه إحنا منحب أهلينا ومنحب شعبنا طبعاً. ومنحب بلادنا ومنحب أوطاننا ومنحب كل الناس، يعني على النقيض. يعني بالأول يمكن ما كنا، لما صرنا مؤمنين صرنا نحب أكتر، محبة حقيقية. هل هاي الصرخة مريتي أنت فيها من أجل أهلك؟ أنا بحس عندي امتياز، يعني لما آمنت بالمسيح مش أنا لوحدي بس بالعائلة، يعني بذات الفترة كان خيي وإختي وإختي، ومن بعدها بشهر تقريبا الماما، ومن بعدها بسنة كان خيي. فالعائلة كلها بخلال سنة اختبروا اللي خيي وإختي اختبروه أول شيء، بعدين أنا. فهيدي الوجع اللي ممكن ناس كتير تشعر فيه ما كان عندي، لكن عندي ومقاومة يعني مقاومة من العائلة المقربة، لكن كان في مقاومة من العائلة اللي أبعد شوي. لكن عندي صرخة بقلبي على طول، يعني حتى الرب بتحديدا طلب مني إنه أبدا ما وقف صلي للبابا بالأخص. يعني بتذكر مرة كنت قاعدة بالبيت وقاعدة عم صلي وغمضة عيني هيك، وفرجاني رؤية، فرجاني صورة البابا، وفرجاني وسمعت صوته بذات اللحظة هو عم بيقول لي أبدا ما توقفي تصلي له. فعندي عندي عندي كتير عندي يعني عندي كتير أمل إنه مش بس البابا، ناس كتير تعرف اللي نحن عرفناه واللي اختبرناه.